reer Puntland ee gobolka midug baa ugu jira annaguna gobolka midug ee xaqiiqadii markaan si gaaban u sheego 180 ee dhinaca waxay ahayd galmudu ka talinaysay marka weligaa ma aanna kritikaareen mana aanna oran maamulkiina ma aad noo sheeganaysaan يعني مركا وحن قبا النجو وما أرجنا واحد دباته إنا ودنا وما أرجنا شركاني إنه دباته وده وما أرجنا إنه دتكي ولا الك هاي وده الشيء بل وحن واركينا إسكو سود وينشو مقالو هل دك ما أكل غيب سن يعني مامل أي كل مدوي كرتو يعني أركتي ده لك لقبه هل مدى لك سمع سنكر هدي لك وده الله لكن واحد تهي تلاداس إنا يقولن يهين أغلبية ده محوها بلشدو هدي أي ميل بغول غف جوكتو يعني هل غف وحوه دي دي كرا مركا غف كاس وحالك الشقينا هيا واحد تهي سي بلشدو اللي هو قصو دارو إن لقى العيو ماركتي وحقو تبنها إن لقى لها الله يعني حق ونقفك أولية إنه وحمو عارضه وحو عقلي بين آدم هذا سلاء أصميسا هو 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 متاسات كنتي تاني نوايا بمتاسات كنتي هو 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 متاسات كنتي ورقد داس وحي اهيد وحانو كدعوانيني اما كعبانيني حيراد اي مامولكا بنتلان وكسو الرغي ديگا مدا اما قرو مدا رير قلمتوك ايليهين انا لقد داقو مركا حيراد داس وحي وحانو ورقد داس ماانتا ايكهال ليس wuftigi anigu halkaan ka bixi lahaa 3 maalmood oo maanta ku jira mid waliba diyaarad kasta oo la qaado tagaa anagu hadda diyaaradna shal iyo maanta diyaarad meel diyaarad laga soo gato tukaan ma aan ka soo gadeenisi arintu un kulli dhibaato halka weeyo